أخبار بالنسبة لمصر، وطبعا يعني حضراتكم يعني أمور منافية للدستور، ما فيش لا حرية رأي ولا حرية إبداع ولا حرية أي حاجة. يعني هنشوف إيه الموقف اللي حصل، وهيحكي لنا عنه الأستاذ مجدي خليل، الكاتب والباحث المعروف، وأيضا مدير منتدى الشرق الأوسط للحرية. أستاذ مجدي خليل، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا دكتورة منى، وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. طيب، كان في كتاب عن ازدراء الأديان، ونزلت الكتاب في مكتبة مدبولي، وبعد هذا ماذا حدث؟ الكتاب كان مشترك من حضرتك والأستاذ المحامي حمدي الأسيوطي، ما حدث لهذا الكتاب ولماذا؟ هو الحقيقة إن إحنا الكتاب اتطبع من عدة شهور، بس إحنا بدأنا توزيعه من عدة أيام. فوديناه طبعا لمكتبة مدبولي لأن المكتبة الرئيسية في وسط البلد، واتفقنا معاهم على التوزيع. ويشكر مدبولي إن هو قبل وإن هم متفاهمين معانا، وإحنا يعني أنا على علاقة كويسة بيهم، بشتري منهم كميات كبيرة من الكتب لمكتبتي وكل حاجة، تمام. فقبلوا كل شيء. بعدها بيومين بالظبط راح لهم حد من الأزهر ومن وزارة الأوقاف وسحبوا الكتاب وحذروهم إن الكتاب ده بيسيء للإسلام، وخاصة الجزء اللي كاتبه مجدي خليل. نعم. المسألة في مصادرة الكتب في مصر في طريقتين لمصادرة الكتب. الطريقة الأولانية إن وفقا للقانون والدستور لا مصادرة إلا بحكم قضائي، وده من حتى من ايام مبارك، يعني مش من دلوقتي، من ايام مبارك. ولكن المشكله كلها ان لا الازهر يروح للقضاء ولا يحزنون. هو عنده طريقتين، يروح يشيل الكتب من المعارض، من معرض القاهره الدولي للكتاب، من المكتبات، او يخلي مجموعه من بتوع الحزبه يروحوا للقضاء يعملوا دعوه حزبه ضد كتاب فلان انه بيسيء لكذا. وطبعا الحزبه مش ملهاش اي قيمه معايا انا، لان انا عايش في الخارج. فالوسيله الثانيه الوحيده ان هم يروحوا المكتبات ويسحبوا الكتب ويهددوا الموزعين. تمام. حصل كده برضو مع سعيد العشماوي. كل كتب سعيد العشماوي كانوا ما يقدروش يروحوا القضاء ضد سعيد العشماوي، لان سعيد العشماوي من فطاحل المستشارين القضاء، يعني من اكثر الناس فهما للقانون في مصر. لكن عشان كده كانوا يروحوا يسحبوا كتبه من معرض القاهره الدولي للكتاب. وده ده ده دي مصادرة ودي مصادرة. المصادرة معناها ان الكتاب ما يبقاش غير مسموح بتوزيعه في البلد، سواء بحكم قضائي او بالقوة الجبرية. دي يعني البلطجة الدينية، يعني بلطجة دينية بمعنى الدولة الدينية العميقة بالقوة، مخالفة للقانون، مخالفة للدستور، مخالفة لكل شيء، بتروح بتهدد الناس وتهدد الموزعين وتسحب الكتب وتهدد المعارض وكل شيء. ده اللي حصل معانا يعني. تمام يا استاذ مجدي. طيب، ف يعني ال اتفضل. ال ال احنا باختصار شديد مستمرين. اللي عاوز يرد على الكتاب يرد. احنا يوم الاثنين الساعه 7 مساء في منتدى الشرق الاوسط للحريات عاملين مؤتمر صحفي نشرح فيه كل شيء، وان هذا اجراء غير قانوني وانه غير دستوري، وان احنا نرفضه اصلا، وهنستمر في توزيع وهنستمر في الطباعه وهنستمر نكتب، اللي عنده حاجه يرد عليها، اللي عنده حاجه لو في حاجه فيها خطأ قانوني يروح قدام القضاء، لو في حاجة تاني يردوا علينا. طب يعني ما حدش قرا، ولا حد، ولا هو مجرد اسم كتاب، ولا ايه بالظبط؟ ولا في حد لا لا لا، قراه؟ هم قروا، يعني هل هم قروا. وصلوا لكم، وصلت لايه المعترضين عليه يا استاذ مجدي؟ ولا ايه اللي مقلقهم في الكتاب، هم مضايقهم؟ معترضين الكتاب جزئين، وجزء انا عامله وجزء الجزء الاستاذ الاولاني انا حمدي. عامله والجزء الثاني حمدي الاسيوطي عامله. هم اي قالوا احنا معترضين على الجزء اللي عامله معترضين على حضرتك؟ لانه بيسيء الاسلام. هو ما فيهوش اساءه الاسلام، هو توضيح حقائق حول توسيع نظريه ازدراء الاديان. اصل يعني في القانون المصري مثلا حمدي الاسيوطي ماسك الجزء القانوني، وحالات قانونيه 23 حاله قانونيه من ايام طه حسين. انا ماسك الجزء اللي هو يتعلق بالتوسيع مفهوم ازدراء الاديان في مصر، بمعنى اللي بشر مثلا، اللي بيسكون بيبشروا مثلا، بيقول انه بيبشروا في اسكندريه. طب التبشير مش ازدراء الاديان؟ ايه علاقه التبشير بازدراء الاسلام؟ صحيح. ايه علاقه ان واحد بيوزع انجيل في مول ما هو بازدراء الاسلام؟ قال لك يا سبحان الله، انه لما هو بيبشر في دولة دينها الاسلام، يبقى انت كده بتزدري بالدين بتاع الدولة. طالما ان انت بتبشر بدين تاني، يبقى مش عاجبك دين الدولة، فكده يبقى انت بتزدري بدين الاسلام. ما هو لا اقولها لا مخرج. يعني ما حاجة لا لا، تضحك مش مش كده؟ مخرج، ده مش مخرج، ده امال هذا ده ليس ايه؟ مخرج.
لا ده دي معناها ان المسلمين بالقوه قاعدين في دينهم وما حدش مثلهم. الدستور المصري بيقول لك حريه الديانه مفعوله. ازاي ازاي يا ستي؟ باختصار شديد انا عايز اقول باختصار شديد، في نعم مصر دولتين، في مصر دوله عميقه اللي هي اجهزه الامن والمخابرات، وفي دوله اسلاميه عميقه. يعني نعم في دولتين، يعني داخل الدوله العميقه في الدوله الاسلاميه العميقه. الدوله الاسلاميه العميقه دي بيرأسها الازهر، وبتفرض حتى رأيها على الدولة العميقة، حتى على أجهزة الدولة الحساسة وأجهزة الأمن القومي. وفي تداخل ما بين أجهزة الدولة العميقة في مصر والدولة الإسلامية العميقة في مصر. وأنا كتبت مقالة كبيرة عن الدولة الإسلامية العميقة، وده أول مرة أنا أدخل هذا المصطلح في مصر. هم كانوا بيتكلموا دايماً عن الدولة العميقة، أنا دخلت لهم مصطلح تاني اسمه الدولة الإسلامية العميقة، لأن مش بس الدولة العميقة هي اللي موجودة في مصر، في الدولة الإسلامية العميقة أيضاً. وبالتالي هي الدولة الإسلامية العميقة هي المسؤولة عن إن ما فيش ولا حالة ازدراء أديان بتاخد براءة. ليه؟ ليه أغلبها ازدراء إسلام وما يزدروش المسيحية؟ ليه كلها بتاخد أحكام؟ ليه كلها بتاخد أحكام؟ إحنا بنترافع قدام القضايا دي كلها، ليه بياخد أحكام؟ ما فيش، ما بناخدش براءة خالص. ليه؟ ليه؟ بالظبط بالظبط، ولا حالة. ليه هم بيسيبوا الشتيمة في المسيحية دي مع نهار؟ ولو لو حدش واحد عمل حاجة على الفيسبوك يشوفه 10 أفراد من أفراده، في واحد كان معاه 130 فريند، يعني كل اللي شافوها 130 فريند بتاع أسيوطي دخلوه السجن 3 سنين. ليه؟ صحيح ليه كل الحاجات؟ ليه ليه لا ليه لما طلعوا كانوا بيضربوا البابا، يضربوا صور البابا شنودة قبل ما يموت مبارك على طول، قبل ما يمشي مبارك على طول كانوا بيضربوا صور البابا شنودة قدام الكنيسة. ليه؟ قدام الكاتدرائية. مين اللي كان محرضهم؟ طلعت ان محرضاهم الدولة الإسلامية العميقة. وانا كتبت السبب، قلت السبب صحيح معروف، ان البابا، ان القمة زكريا بطرس زار البابا شنودة عشان لما كان عيان في كليفلاند. فازاي زكريا بطرس زار البابا شنودة؟ رجعت الأوامر مباشرة بانهم يعملوا المظاهرات بتاع السلفيين ضد البابا شنودة. ليه حرقوا لراجل اعمال قبطي شهير وكان عضو في لجنة السياسات مبنى ب 30 مليون، نعم ب 30 مليون وكان عضو في لجنة السياسات، وقعد يتحرى ويتحرى ويتحرى، عرف ان المخابرات فكرت ان هو بيساعد زكريا بطرس، القنبلة زكريا بطرس، لا حول الله. نعم وحرقوا له المبنى. المخابرات نفسها حرقت له المبنى ب 30 يعني مليون جنيه. حضرتك شارح الوقائع دي كلها، ولا يعني انا شارح الوقائع دي او كلها في الدوله الاسلاميه العميقه في مصر، وما حدث لنا وما حدث من مصادره الكتاب هو جزء من ادوات الدوله الاسلاميه العميقه لارهاب كل باحث يقترب من تحليل اي ظاهره اسلاميه بالنقد. واحنا ما نعم اتكلمناش عن الدين نهائي، احنا اتكلمنا عن ظاهره معروفه عالميا اسمها بلاسفيمي، اسمها ازدراء الاديان، اسمها هي ازدراء الاسلام، نعم وهم بيعملوا عليها كل المظاهرات ويحزنوهم وبيرهبوا الناس كلها. وهي جزء من صحيح نظريه اوسع في الاسلام، هي نظريه التكفير. فاحنا نعم اتكلمنا عليها بشكل علمي يردوا عليها. هم قرأوا الكتاب، بمجرد ما صدر الكتاب خدوا نسخه من المطبعه، وطبعا المطابع بتودي لهم، والمطابع ودت للازهر ودت للاوقاف، وهم قرأوا الكتاب قبل ما يطلع اصلا. هو في المطبعة واضح طبعا لأنهم جايين يعني بمجرد ما الكتاب كان في المطبعة يا أستاذ مجدي، دي كلمة يعني حضرتك ما كانش لسه وصل المكتبة أظهر أستاذ وسلم أمن الدولة وسلم المخابرات نسخ، فهم قروه. فبمجرد إحنا ما بدأنا نوزعه راحوا صدروه لأنه كانوا قاريينه قبل كده وعارفينه. تمام. فطبعا ده جزء من سلوك سيء بتقوم بيه الدولة المصرية الإسلامية العميقة في مصر. واحنا نعم باختصار شديد، هل احنا سنرضخ هل نعم هنرضخ احنا للدولة دي، ولا احنا ناخد نستمر في المناضل من أجل الحرية؟ لا طبعا، الاستمرار في النضال هو ده الاساس طبعا، وبناء عليه حضرتك زي ما قلت في البيان اللي اصدرته وتم توزيعه على الصحفيين، ان هيكون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان شاء الله. بنأكد بس على حضرتك، عايزين نأكد على الميعاد وعلى العنوان ان شاء الله. الميعاد 45 شارع كليوباترا مصر الجديدة، منتدى الشرق الأوسط للحريات، الاثنين القادم الساعة 7 مساء، وهيكون حاضر حمدي الأسيوطي وحاضر الصحفيين، واحنا يعني بالعند منزلين 60% تخفيض عشان الناس تاخد وتقرا.
تمام اللي تمام هيحضر المؤتمر. الصحفيين اللي هيحضروا المؤتمر ولا الكل؟ أي حد هيحضر المؤتمر اي هياخده حد هيحضر بستين في المؤتمر المية هياخد 40% والصحفيين هياخدوا 60%. تمام، يبقى الحضور هياخدوا 40% تخفيض من ثمن الكتاب و60% تخفيض للصحفيين، وأعتقد إن شاء احنا الله عاوزين يعني الرسالة توصل للناس وتقراها، بالظبط وعاوزين الناس يقروا ويعلقوا عليه. ده هم بالظبط انا بعت 100 كتاب من هذا الكتاب من الصحفيين الكبار والبرامج، ولا حد جاب سيرته باوامر. ما تجيبوش، ما هو دي الدوله الاسلاميه العميقه، ما نعم، تجيبوش عن هذا الكتاب نهائيا. رغم ما ان ما ذكر من امثله حتى، واللي احنا بنشوفه في الفتره اللي فاتت دي كلها حاجات حقيقيه حصلت، واللي احنا شفناه يعني كان يعني يرقى الى نظام يعني التهريج، ان انت زي ما واحد بيوزع كتب كتاب مقدس في على مسيحيين في مول بتقبض عليه برضه بتهمه ان هو يعني بتحور التهمه، المفروض ما فيش ما يمنع، ايه اللي يمنع انه يوزع الكتاب المقدس؟ ما هم بيوزعوا القران وبيقعدوا وبيعملوا وقفات في شوارع وفي حتت كتير في امريكا في اماكن كتير وفي اوروبا وبيعملوا الدعوه للاسلام، ايه اللي مشكله حتى طبعا اذا اتعمل زي كده، اذا اتعمل حتى لو هو واقف بترابيزه وبيوزع في مول مثلا ولا في مكان، ايه المشكله يعني حتى لو، لكن لا يمكن لا يمكن يدوا تصريح لحد زي كده. طب انت خايف من ايه؟ اللي بيوزع بلح وحاطط معاه كلمه ولا يعني مقوله جميله وحاطط معاه موقع، اللي عايز يدخل، ما هي ده نوع من انواع زي ما انت بتنشر كل حاجه على الناس كلها، اللي عايز يدخل موقع يدخل، اللي مش عايز ما يدخلش، بس في لمسة جميلة اتعملت، ايه المشكلة؟ هو احنا كمان في الكتاب بتاع انا راصد 110 حالة ازدراء، ناس اتحبسوا او اتحكموا بتهمة ازدراء الاسلام، نعم وناشر 150 كتاب اتصدروا عشان كل انهم بيصدروا الاسلام، وناشر 80 مكتبة اتحرقوا عبر التاريخ عشان موضوع ازدراء الاسلام، وناشر اللي تهددت حياتهم واللي اتقتلوا واللي فروا واللي هاجروا، يعني ده كله يعتبر جايب حاجات كتاب وثائقي جميل. طب انا عايزه تمام. نسخه يا استاذ مجدي، ما بعتليش. إن شاء الله يعني إن ان شاء شاء الله الله إن شاء يعني الله طبعا في زيارة كاليفورنيا هجيب مجموعة معايا، ان وهيبقى شاء ليكم الله في الكارما مجموعة إن شاء الله للمجموعة كلها. لكن أنا بشكرك عاوز أقول إن ده أول كتاب عن ازدراء الأديان باللغة العربية، 650 بكل صفحة الكم الوثائقي ده، يعني حضرتك عامل بحث شامل وثائقي ومتسع جميل. لكل النظرية كلها. يعني إحنا عاملين تمام مرجع للتاريخ، هذا حقيقي المرجع تمام للتاريخ. هم مش هم بيقول لك مش عاوزين الاتجاه ده، الاتجاه اللي هو واقف لنا وبيرصد كل حاجه علينا وعلى الدوله الاسلاميه وبينتقدها، مش عاوزينه يستمر فبيخوفونا. احنا ما بنخافش تمام بدون بوضوح شديد، لو انا خايف ما كنتش كتبت الكتاب ما كنتش نشرت. اصل الفكره، ما احنا قاعدين نقول يا استاذ مجدي النهارده لما واحد بينشر حاجه على الفيسبوك، هو انتوا مش شايفين عينيكم مغمضه عن كل المسلمين اللي بيكتبوا بيهينوا المسيح وبيهينوا المسيحيين في الفيسبوك؟ ما هو اذا انت بتتكلم على انك انت كام حاله يعني مثلا اترصدت ازدراء دين مسيحي اتاخدت من الفيسبوك؟ ولا حاله، صفر ولا حالة. ده صفر. هم قاعدين ليه مش قاعدين ناس شايفينهم؟ مش شايفين كل اللي قاعدين يشتمونا؟ انا عندي واحد عايش، انا سالت عليه، كان معرفش يمكن ابقى ابعت لحضرتك يمكن بعتها، انا سالت عليه لقيته ان ده من الاخوان ومعرفش وهربان وعايش في تركيا، عمل جروب على الفيسبوك ودخل اسمي فيه واسم كذا حد تاني وهاتي شتايم في البابا وشتايم في المسيحيه بشكل غريب جدا. طب ده مش ازدراء ده ولا مش ازدراء؟ بس اصل لا سيادته ده هربان هم في تركيا، غيره كتير. ده ازدراء، شتيمة البابا مش ازدراء. شوفي ازدراء لا المسيحية ما هو ازدراء بيشتم راجل دين. في انا بقول لك المسيحية برضو، يعني بقول ادخلي لحضرتك على بيشتم. المواقع الفيسبوك، هم قاعدين لجنة مخصوص ان اللي يقرا الكلام على الفيسبوك حتى لو شير، حتى لو عمل لايك، مجرد علامة لايك على حاجة فيها إساءة للإسلام من وجهة نظرهم طب ما زي يحتفل. ما هي مشكلة كرولس اللي كان برضو اتقبض عليه، يعني كده كان كورونس موضوع لايك. ومايكل منير ده بتاع البحيره اللي خد سنه وبعتنا له حمد الاسيوطي وترافعه مع هذا خد سنه، ولا نعم الثاني. اقول لك انا احنا عندنا حالات كثيره جدا لاول اهل الظلم بينطق منها، الظلم صحيح بينطق. صحيح استاذ مجدي ومش عارفين مش انت بتروحي، يروح الواحد قدام القضاء يلاقي القاضي بيجهز الحكم مش عاوز يسمع مراقبه، جايه له وبعدين بعد اوامر من كده الدوله ممكن يقول العميقه. لك دواعي أمنية وأصل مش عارف إيه، ولو ولا إحنا ما ما فيش حكمناش امنيه، عليه. ده قبل ايام مبارك كانت بتحصل، ايام مرسي كانت تمام بتحصل، ايام السيسي كانت بتحصل، مالهاش علاقه بامنيه، دي لها علاقه بحمايه الاسلام. وانا هو الجزء بتاعي ازدراء الاديان وحمايه الاسلام، هم اللي معترضين عليه، هم عاوزين يحموا الاسلام بالقوه، هذه هي المشكله، هذا هو العنوان الاستفزهم. القسم اللي انا كاتبه اسمه ازدراء الاديان وحمايه الاسلام، كل المشكله وكل الغرض هو
ولا بأمن الدولة طب ما ولا هم بسلام بيسموا ايه، المواطنين ولا أي بيسمي شيء. ايه لما انت تيجي تاخد ولد من اسكندرية والولدين كمان اللي جم معاه عشان يسندوه تروح قابض عليهم وبتقول لهم انتوا كده بتبشروا، ولما بيحلل ليه القضية اتحولت لازدراء اديان علشان الدولة دينها اسلامي والدين الصحيح وانت ما ينفعش تبشر، لا ده لا لا بيبقى لا اسمه الكلام حماية ولا مش حماية للاسلام؟ ما هو طبعا ما انت حماية. المفترض ان بالظبط انت لو يعني يا واثق في سيدتي دينك هم سيب اي حد يتكلم عن اي دين تاني وبراحته، كل واحد حر انه يختار اي حاجه لان الواحد فيه عقل، مفيش حاجه اسمها بالغصب عنك لازم تفضل مسلم او غصب عنك تفضل مسيحي، ما كتير جدا بيروحوا هنا وبيروحوا هنا محدش يعني بيتكلم. كل واحد عموما حر. استاذ مجدي كل انا اقول لك حاجه، هم نعم عايزين يكمموا افواه العالم كله مش في مصر بس، هم عايزين عموما انا يعني بقدر طبعا يعني المؤتمر الصحفي وهذا الاعلان بالنسبه لرفض اي نوع من انواع التصرفات اللي ضد الحريه وضد ايضا حريه الراي وحريه احنا مركز الكتابه حقوقي وحريه اساسا، احنا بالظبط مركز حقوقي بالظبط بيعتدوا على مركز حقوقي هو بيدافع عن حقوق الانسان، يعني احنا مطلعين الكتاب ده دفاعهم عن الناس اللي بيتهم بازدراء الاداء، فتروحوا مصدرين الكتاب اللي احنا مطلعينه دفاعا عن الظلم اللي بيقع على الناس، وده اول كتاب باللغه العربيه، يعني حاجه منطق، يعني معناها عايزين يخلصوا الناس كلها مش بس الظلم، الناس ما تتكلميش عن الناس اللي اتظلمت كمان، يعني نعم مش عايزين حد يتكلم حتى كمان، يعني هي مسألة معقدة صحيح يا وفيها أستاذ كلام مجدي كتير عن المسائل الدينية، الدولة الدينية العميقة دي الإسلامية العميقة دي واخدة حملة إرهاب للمثقفين، شوف واحد زي فهم هويتي مثلا، أنا كاتب بحث عن فهم هويتي عدو الأول للمثقفين والمبدعين، فهم هويتي ده أسد أعمدة الدولة الإسلامية العميقة، كان فهم هويتي يكتب يوم الثلاث بعديها بيومين يروح مجمع البحوث الإسلامية مطلع بيان ضد المثقف، بعديها يروح يوسف البدر يروح المحكمة، بعديها القاضي يروح مد الأحكام، في تسلسل كأن عمل عصابة كده، بتبدأ بمقالة فهم الودي الثلاث، بعديها مجمع البحوث الإسلامية فتوى، وبعديها عصابة الحزبة يطلعوا على القضاء، وأنا محللها في أكثر من 30 حالة من المثقفين الكبار، فرج فوده، نصر حمد أبو زيد، نواف السعداوي، أحمد صبحي منصور، سعيد العشماوي، كله كنت بنتظر كلهم مقالة أتوا بعد مقالة يوم الثلاث. بعد مقالة فهمي هويدي، بعد مقالة فهمي هويدي، يعني مش نصر حامد معقول. أبو زيد فهمي هويدي كتب عن نصر حامد أبو زيد قبل التقرير بتاع الجامعة اللي طلعه في الصابون شاهين ما يصدر أصلا، كتب بيزف للعالم للمسلمين إنهم وقفوا ترقية الأستاذ الملحد، شوفي بيوصف نصر حامد ابو زيد المفكر الاسلامي بيصفه الاستاذ الملحد، وعرض تقرير عبد الصبور شاهين قبل ما يصدر التقرير رسميا من جامعه القاهره، يا يعني في سبحان عصابه الله بتشتغل مع بعضيها، بعديها على طول عبد الصميد عبد راح خد الازهر طلع ضد طبعا على طول مجمع البحوث الاسلاميه بعد فهمي هويدي راح طلع بيان ضد نصر حامد ابو زيد، فتوى ضد نصر حامد زيد، الفتوى والتقرير الجامعه بتاع عبد الصبور شاهين على مقاله فهم ويدي راحوا للقضاء خدوا فصلوا طلقوه من مراته بالقوه، هذا هو السيناريو اللي بيحصل من زمان من ايام مبارك مش من دلوقتي، زي ما بقول لك ان مثلا اقطاب الدوله الاسلاميه العميقه واحد زي فهمي ويدي، محمد سليم العوه طبعا ما حدش قادر يمسهم لحد دلوقتي، شايفها حد بس حد فيهم دول حتى بعد الثوره حد تمس ولا منهم؟ ياسر برهامي ولا نماذج كتيرة لا ده جدا انا كفروا بكلمك على المسيحيين وأهانوا الكبار اللي المسيحيين بيشتغلوا مع والمسيح. الدوله، انا بكلمك الكبار اللي بيشتغلوا مع الدوله تمام الاسلاميه العميقه ومع الدوله، احمد كمال ابو المجد وطارق البشري ومحمد عماره ومحمد سليم العوه وفهمي هويدي، الخمسه دول بيشتغلوا مع المخابرات المصريه كجزء من الاشراف الديني على مصر. نعم محمد سليم العوه كان مستشارا للشؤون الدينيه بمباحث امن الدوله حتى ثوره 25 يناير 2011. لكن دلوقتي ما وفهمي لهمش هويدي حس استاذ مجدي، واحمد كمال يعني والمجد احنا مع مش سامعين المخابرات لهم صوت يعني دلوقتي. مش سامعين لهم صوت عشان هم قالوا لهم اهدوا، لكن حد نفسهم بحاجه؟ حد قدر يعمل لهم حاجه؟ تمام. عموما عارف أتمنى الكلام لكم اللي عملوه التوفيق في المؤتمر الصحفي طبعا، وهنتابع مع حضرتك أيضا نتائج هذا المؤتمر، وبنكرر الدعوة للصحفيين يوم الاثنين الساعة 7 مساء في مقر الشرق الأوسط منتدى الشرق الأوسط للحريات.